ودلوقتي حضرات جه معادنا مع فقرة الألعاب الأخرى، وهنكمل كلامنا عن حصاد بطولات النادي الأهلي في العام اللي بيوشك على الانتهاء 2023 في كل الألعاب الأخرى بخلاف كرة القدم. خلينا نرحب بضيفي العزيز اللي منورني في حلقتنا النهاردة، أحمد رشاد الناقد الرياضي. يا صباح الفل عليك يا رشاد. صباح الخير يا أستاذ كريم، منور الدنيا كلها. ربنا يخليك يا رب. صباح الخير عليك، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. صباح الفل عليك. صباح وسعيد إن أنا موجود معاك على قناة الأهلي. حبيبي أنت بتنورنا دايما، وأنت عارف ده أنت صاحب برنامج، ما أنتش حد غريب يعني. حبيبي يا أستاذ كريم، أخبارك إيه؟ كله حلو؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. طيب في الفقرة دي بالذات أنا بفضل إن أنت اللي تسوق. ربنا يخليك. بص الفقرة فقرتك يا إكسلانس عيش، تحب نبتدي من فين؟ إحنا ممكن نبتدي بقى بالسلة، يعني بقطاع السلة، لأن قطاع السلة في النادي الأهلي محقق نجاحات كبيرة جدا خلال 2023. لكن خليني بس أبدأ بطبعا أبارك للنادي الأهلي بالبرونزية الرابعة في تاريخه. مليون مبروك للنادي الأهلي، وكمان طبعا بنتمنى التوفيق للنادي الأهلي في مباراته طبعا النهاردة أمام سيراميكا كليوباترا. نروح بقى لقطاع السلة. قطاع السلة في النادي الأهلي بيحقق نجاحات كبيرة جدا الموسم ده، في سواء على صعيد طبعا الرجال أو السيدات. النادي الأهلي في 2023 لو اتكلمنا عن إنجازاته مش هنعرف طبعا، يعني عايز حلقات، لكن خلينا بطولات 2023 سواء في كرة السلة رجال. النادي الأهلي محقق 5 بطولات في 2023، محقق طبعا نبتديها كده كأس مصر، دور السوبر، بطولة أفريقيا، السوبر المصري على حساب نادي الزمالك، وأخيرا دور المرتبط اللي كانت طبعا بطولة مهمة جدا وبطولة قوية جدا، لأن أنت قابلت في ربع النهائي نادي الزمالك وقابلت فيه طبعا نصف النهائي نادي الاتحاد، وقدرت ان الحمد لله ربنا يكرمك وتكسب المباراتين، وقدرت ان انت تحقق البطوله. فالنادي الاهلي محقق 5 بطولات مع طبعا بقياده طبعا الاسباني اجوستي اللي محقق نجاحات مع النادي الاهلي حتى هذه اللحظه، نجاحات كبيره جدا. عامل اسمه لما بيتقال دايما بيتقال مقترن بالاشاده. صحيح، لان اجوستي من ساعه ما تم التعاقد معاه داخل النادي الاهلي وهو محقق نجاحات بالفعل، ادى روح. يعني احنا بنشوف دلوقتي اداء مختلف من لعيبه النادي الاهلي، بنشوف روح وحب لعيبه النادي الاهلي مع بعضهم البعض، وده سر نجاح المدير الفني يا استاذ كريم. دايما ان المدير الفني اللي بيخلي في روح واداء داخل اللعيبه، وبيخلي ان اللعيبه تبقى بتحب بعض، اللعيبه كلها عايزين يقدموا افضل ما عندهم. طب واحنا ليه كنا مستنيين مدير فني اجنبي عشان يحقق المعادله الحلوه اللي انت بتتكلم عنها؟ هو دايما دايما انت هنا في مصر او في الانديه عامه بشكل عام، المدير الاجنبي هم دايما بيبقى هو ناجح مع فرقه، هو اللي بيبقى عنده فكر مختلف، عنده طبعا استراتيجيه مختلفه. اكيد اكيد في مدربين طبعا محترمين جدا داخل مصر، والسنين اللي فاتت طبعا كان في مدربين جدا، ده بالنسبه للالعاب الجماعيه يعني كان في مدربين كويسين جدا، لكن انت دايما بتروح للمدرسه الاجنبيه او بتشوف ان المدير الاجنبي يقدر ان هو ينجح مع الفريق، فعشان كده بيتم التعاقد مع مدير فني اجنبي لقياده طبعا الفريق. ده بالنسبه لكره السله رجال. بالنسبه لكره السله سيدات برضو محققين انجازات خلال 2023. يعني احنا دايما لو اتكلمنا عن النادي الاهلي، فالنادي الاهلي على مدار طبعا السنين او على مدار طبعا الموسم بشكل كبير جدا، لان الموسم طبعا انت الموسم بيبتدي من سنه وبينتهي في سنه مختلفه، لكن في 2023 برضو النادي الاهلي محقق 5 بطولات في كره السله سيدات، يبقى مفيش فرق اهو ما بين الرجال وما بين السيدات. برضو السيدات السله محققين طبعا 5 بطولات، محققين دور السوبر وكاس مصر والسوبر المصري ومؤخرا السوبر المصري ومنطقه القاهره. ففريق طبعا برضو السله سيدات يعني متابع على سيطره وهيمنه كامله. احنا دلوقتي رايحين اهو لمصر اهو بقياده طبعا الكابتن طارق خيري. الكابتن طارق خيري طبعا محقق نجاحات كبيره جدا مع فريق كره السله سيدات، وبصراحه عامل شغل مميز. وكمان احلى حاجه في الفريق بنشوفها دلوقتي ان المدير الفني بيعتمد على اللعيبه الصغيره ان هي تكون موجوده معاه في الفريق الاول، وبنشوف بصراحه لما بينزلوا الملعب او بيكونوا في مباريات كبيره جدا بيقدموا طبعا اداء كبير جدا. جميل. طيب غير بقى كره السله، كره السله احنا عندنا برضو كره الطايره، عشان ما برضو لازم تبتديت بالالعاب الجماعيه الاول. احنا بدينا بالالعاب الجماعيه، فاحنا نتكلم عن السله ونتكلم برضو عن الطايره، وبعد كده نبقى نخش بقى على الجزء الاهم برضو الالعاب الفرديه، لان لازم برضو عاملين شغل كويس. لان الالعاب الفرديه، لا ده احنا بقى لو قعدنا نتكلم عن الالعاب الفرديه مش هنعرف نعد في البطولات.
بس هنضرب نماذج وامثله. طبعا هنضرب نماذج، وانت عندك لعيبه بصراحه يعني مش محققين مع النادي الاهلي بس بطولات، لا محققين مع منتخب مصر طبعًا. واخدين برونزيه عالم اللي برضو هنتكلم فيه. لكن خلينا نتكلم عن كره الطايره رجال وسيدات. كره الطايره طبعا رجال محققين بطوله السوبر المصري وبطوله البطوله العربيه، الطايره سيدات محققين الدوري ومحققين برضو السوبر، قدموا مباريات كبيره جدا خلال الموسم وحققوا نجاحات كبيره جدا. لان طبعا كان في فتره ان طبعا جمهور النادي الاهلي، لان طبعا جمهور النادي الاهلي ما بيقبلش الا بالمركز الاول وما بيقبلش غير بالبطولات. ففريق الطايره صراحه محققين بطولتين كل فريق خلال 2023، ونتمنى طبعا ليهم المزيد في الفتره اللي جايه. تم طبعا تغيير القياده الفنيه سواء في كره الطايره رجال او في الطايره سيدات. لكن خليني اتكلم معاك على نقطه مهمه جدا كريم، وبالنسبه للطايره رجال، وده اللي انا كنت اتكلمت عليها قبل كده مع حضرتك عن كره اليد رجال في النادي الاهلي. ان انا قلت ان النادي الاهلي الفتره الاخيره دي عمل جيل من لاعبي النادي الاهلي، جيل مختلف، جيل ان هو يقدر يستحوذ على البطولات خلال السنين اللي جايه. وده اللي انا بشوفه. طبعا الكابتن ابراهيم فخر الدين في الطايره سيدات ناجح بشكل كبير جدا، محقق كل الفوز في كل مبارياته حتى الان. لكن خلينا نتكلم عن الاسباني مونزو، وبرضه يعني عامل حاله مختلفه. وشفت من طبعا المباريات العديده اللي لعبها النادي الاهلي حتى الان في الدوري ومحقق فيها الفوز في كل مبارياته، شفت ان هو بيعتمد اعتماد اكبر مش على عناصر الخبره بس، لا ده بيعتمد على الناشئين، مصعد طبعا اكتر من لاعب في الفريق بيشارك كل اللاعب. حلو الفكر ده. يعني الاسباني منذ مش بيلعب بعناصر الخبره بس، هو مصعد لعيبه من الناشئين وبيعتمد عليهم. يعني نقدر نقول انه منذ وصول منذ الوضع اختلف. الوضع اختلف ليه؟ لان هو جاي من بدايه الموسم عايز يعمل نجاح ومستقبل مع النادي الاهلي. فشيء هو قعد من بدايه الموسم اتفرج على عدد كبير من لعيبه النادي الاهلي في طبعا قطاعات الناشئين، فقدر ان هو طبعا يصعد، وفي لعيبه رجعت للنادي الاهلي تاني. فبصراحه عامل روح وعامل حاله مختلفه داخل النادي الاهلي، ان انت بتشوف لعيبه صغيره مع لعيبه عناصر خبره، فبصراحه بيقدموا مباريات كبيره جدا، وكل المباريات بتخلص 3-0، وده حاجه محترمه تحسب طبعا للمدير الفني. هو لسه عنده اختبارات كبيره جدا في الفتره اللي جايه، لكن بشكل عام هو ناجح مع النادي الاهلي حتى الان. حلو التفصيله اللي انت وقفت عندها دي، تفصيله فعلا في منتهى الاهميه، وفيها يعني حسن استفاده وحسن توظيف للعناصر الشابه من قطاع الناشئين الى اخره. الفكر ده مين تاني غيره بينتهجه؟ فكره ان هو يطعم فرقته بعناصر ذات خبره وعناصر لسه بتقول يا هادي. خلينا ابتدي معاك في الاول عن قطاع الناشئين والناشئات في النادي الاهلي. وانا بقول لك يا كريم ان النادي الاهلي عنده كنز، يعني لو انا حطيت مسمى او حطيت عنوان لقطاع الناشئين والناشئات في النادي الاهلي، فبقول لك ان ده مصنع طبعا من الابطال، او مصنع من اجيال الابطال في الالعاب، في كل الالعاب. يعني انت عندك في كل الالعاب الجماعيه عندك بصراحه اجيال ان هم يقدروا ان هم الفتره اللي جايه يحصدوا العديد من البطولات، لان مش موجودين في النادي الاهلي بس، يعني الناشئين والناشئات دول مش بيلعبوا باسم النادي الاهلي بس، لا موجودين مع المنتخبات. بنشوفهم في كل المنتخبات وبيحققوا البطولات بصراحه. فانت عندك كنز حقيقي داخل النادي الاهلي. كل الفرق بصراحه خلال الفترة الأخيرة دي وحتى هذه اللحظة بتدعم بقطاع الناشئين والناشئات. يعني احنا مثلا بنيجي في لعبة يبقى في لاعب مصاب أو لاعبة مصاب، فبتبدأ ان انت بتاخد من القطاع الناشئين أو الناشئات لعيبة يدخلوا الماتش أكنهم بيلعبوا على طول مع الفريق الأول. يعني ما بتحسش بفرق ان اللعيبة دي أصل طالع من مسابقات مختلفة، فبيطلع للفريق الأول فيبقى مخضوض أو عنده مثلا حالة أنه هو بيلعب مع الفريق الأول مرة واحدة. لا ده بينزلوا بيقدموا مباريات كبيرة جدا وبيحققوا بصراحة نجاحات مع النادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت. وكمان مش بيحققوا نجاحات برضو مع النادي الأهلي بس، لا بيحققوا نجاحات مع منتخب مصر. فأنت النادي الأهلي عنده مستقبل كبير جدا، عنده كنز حقيقي داخل النادي الاهلي من قطاع الناشئين والناشئات، يقدروا ان هم يفيدوا كل الفرق خلال
الفتره اللي جايه. وزي ما انا قلت برضو على حته ان اليد، ما هو اليد ده لما تم تصعيد لعيبه عملت فريق وجيل كبير جدا قدر ان هو بيحقق الفوز في كل مبارياته، حتى الان بيكسب طبعا نادي الزمالك سواء في السوبر او في ختام طبعا الدور الاول من دوري المحترفين، وجيل يقدر يستحوذ على البطولات خلال السنين اللي جايه ان شاء الله. طيب تحب بقى نروح شويه للالعاب الفرديه؟ خلينا نروح للالعاب الفرديه. الالعاب الفرديه بصراحه في النادي الاهلي فكل الالعاب، يعني خلينا نتكلم عن يعني لو اتكلمنا عن تنس الارض فالتنس الارضي محققين طبعا خلال 2023، لان انت عارف ان التنس الارضي ده من الالعاب الصعبه والالعاب المهمه جدا، فالنادي الاهلي محقق دوري طبعا السيدات. كمان في تنس الطاوله النادي الاهلي محقق بطوله الدوري سواء رجال او سيدات. في تنس الطاوله احنا عندنا لعيبه مميزه، لعيبه موجوده طبعا مع منتخب مصر بيمتلك العديد من العناصر المميزه، فالنادي الاهلي دايما بيبقى مستحوذ كل سنه على كل البطولات. نروح بقى للالعاب كره الماء، ودي من الالعاب الصعبه جدا جدا جدا. النادي الاهلي محقق الدوري بعد غياب طويل جدا من بطولات في الدوري، محقق كاس مصر وقدر ان هو يجمع بين الثنائيه الدوري والكاس، فبصراحه نجاح كبير جدا للالعاب الفرديه سواء كمان في الجمباز او في الكاراتيه، كل الالعاب داخل او العاب القوى النادي الاهلي محقق العديد من البطولات ومحقق العديد من الميداليات. مش بس كده، انت عندك في كاراتيه مثلا لعيبه موجوده مش بتلعب باسم النادي الاهلي، لا انت عندك عناصر مميزه بتلعب باسم مصر وبتلعب مع منتخب مصر محققين برونزيات طبعا برونزيه العالم مؤخرا سواء ايه هشام او نهى عمرو، فده انجاز كبير جدا سواء طبعا لمصر او للنادي الاهلي، ان انت دايما النادي الاهلي بيبقى داعم كبير جدا للمنتخبات، بيكون طبعا اكتر من عنصر في كل الرياضات من قديم الازل. وكمان في الجمباز انت عندك لاعب دولي مؤهل الفتره الجايه لان هو يتاهل ليه طبعا باريس 2024 عمر العربي، فانت عندك لعيبه وعناصر خبره. وكمان في تنس الطاوله عندك البيلي وعندك طبعا السيد لاشين اسطوره تنس الطاوله والبيلي، عندك لعيبه كتيره جدا بصراحه، ودينا مشرف، يعني بصراحه لو قعدنا نتكلم كتير جدا عن نجوم النادي الاهلي انت مش هتديهم حقهم، لان هو مش بيلعب باسم النادي الاهلي بس ومحقق نجاحات مع النادي الاهلي بس، هو بيلعب كمان باسم منتخب مصر وبيحقق نجاحات كبيره جدا، ودايما بنشوف لعيبه النادي الاهلي موجودين على منصات التتويج. كم يعني بخلاف المنتخب الاولمبي لكره القدم، احنا بنتكلم في الفقره دي عن الرياضات الاخرى، اكيد مين من لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله هنشوفهم في باريس 2024 في الرياضات المختلفه؟ لعيبه كتيره جدا استاذ كريم بصراحه، اي لاعب داخل النادي الاهلي هو عارف طبعا قيمه الرياضه وعارف قيمه هو بيلعب ازاي، فانت عندك لعيبه كتيره جدا سواء في الكاراتيه او في الجمباز او طبعا في كل الالعاب المختلفه يقدروا الفتره اللي جايه ان هم يتاهلوا طبعا لباريس 2024. وزي ما انا قلت لحضرتك على سبيل المثال عمر العربي من اللعيبه ومن افضل اللعيبه بصراحه سواء في منتخب مصر او في النادي الاهلي. كمان خليني اتكلم في حته مهمه جدا، يبقى هو النادي الاهلي مش داعم للمنتخبات باللعيبه بس، يعني ما بيدعمش المنتخبات الوطنيه باللعيبه بس، لا انت عندك كمان مدربين، ودي حاجه مهمه جدا النادي الاهلي ان هو داعم كبير جدا لمنتخب مصر باللعيبه وبالمدربين. انا عندنا مثلا في عاده بيبقى دايما للمنتخبات مدراءهم الفنيين الخاصين بالمنتخب، يعني اللي انت بتتكلم عليه ده ما بيحصلش كتير واضح، غير مع النادي الاهلي بس يعني. لا هو مع النادي الاهلي انت عندك ثلاث مدربين موجودين مع المنتخبات الوطنيه، يعني عندنا في منتخب ال 18 سنه كره السله موجود كابتن احمد الجرحي، كابتن احمد الجرحي ده المدرب العام لفريق كره السله رجال في النادي الاهلي، وهو المدير الفني لمنتخب مصر 18 سنه. كمان عندنا محمد اشرف توفيق مدير فني في النادي الاهلي وكمان المدرب العام في منتخب 18 سنه، انت عندك اهو لعيبه ومدربين مش لعيبه بس، يعني الاهلي مش داعم بس بلعيبته وداعم كمان بمدربه. كمان كابتن علياء محمود دي مدربه طبعا كره السله الفريق الاول لكره السله سيدات، هي كمان مدربه في فريق الانسات 18 سنه، فبصراحه نجاح كبير جدا للنادي الاهلي ان احنا بنشوف عناصر مميزه جدا داخل النادي الاهلي سواء من لعيبه
او من مدربين بيكونوا موجودين مع المنتخبات الوطنيه، وده نجاح كبير جدا للنادي الاهلي. يعني ان انت بتشوف لعيبه، مش لعيبه بس، يعني بتشوف لعيبه وكمان مدربين، وكمان برضو منتخب كره السله رجال موجود 5 لعيبه من النادي الاهلي اللي هيلعبوا طبعا البطوله العربيه. كالعادة. فاحنا لو قعدنا نتكلم كتير جدا عن النادي الاهلي، فاحنا لعيبه ومدربين موجودين مع المنتخبات، فده انجاز بصراحه للنادي الاهلي. دايما النادي الاهلي ما بيلعبش غير على المركز الاول، دايما النادي الاهلي قدره ان هو دايما ما بيلعبش غير على البطولات، وجماهيره ما بتقبلش غير بالبطولات. احنا دايما بنشوف ساعات دايما الجماهير زعلانه، فهي الجماهير بتبقى زعلانه علشان خاطر هي ما بتقبلش من النادي الاهلي غير الفوز. يا راجل ده الجماهير زعلت لما طلعت ثالث العالم. ايوه لما طلعنا كنا وبرضه الناس بتعكننا، يعني كنا نتمنى طبعا النادي الاهلي يكون موجود في النهائي. أكيد. لكن انت النادي الاهلي خد البرونزيه ومحقق انجاز تاريخي. النادي الاهلي مخلص البرونزيه من هنا، خلاص يا جماعه احنا كده نقفل الصفحه. احنا عندنا بطوله سوبر طبعا. فانت النادي الاهلي بيحتفل ممكن ساعه وبيدور على بطوله بعدها، والجماهير ما بتقعدش مثلا تحتفل فترات زي انديه تانية، لا هم بيحتفلوا لساعات وبعد كده بيدوروا على البطوله اللي بعدها، وهو ده قدر النادي الاهلي. طبعا. وده بيحمل، ده بيعمل حمل كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي. طبعا. بصراحه طبعا. ان هم دايما ده حتى المدربين بيقول لك ان انا بروح للجمهور في الاستاد او في الصاله وهم بيحتفلوا معايا بيدوروا على، يعني هم بيحتفلوا معايا بيدوروا على البطوله اللي بعدها، هو مش رايح يحتفل معاه فيلاقي الجمهور بيحتفل معاه. أيوة. لا هو بيحتفل بيه ما فيش مشكله، لكن بيدور على البطوله اللي بعد كده. صحيح. بالمناسبه يعني وانت بتتكلم من شويه حتى انا كملت لك الكلام من ساعه ما كنت بتتكلم على ان لعيبه النادي الاهلي هم دايما القوام الرئيسي للمنتخبات في كل الرياضات. صحيح. فلو قلت لك ده من قديم الازل الكلام ده حاصل، هل ده بيبقى ليه علاقه بنوعيه اللعيبه اللي في النادي الاهلي؟ طب ما انت عندك وانا هنا مش بتكلم على رياضه بعينها، انا بتكلم بشكل عام الى جانب النادي الاهلي بلدك فيها انديه كبيره وفيها لعيبه كبيره ولعيبه مهمه، لكن دايما بتلاقي ان القوام الاساسي لاي منتخب في اي رياضه ما بيطلعش بره الاهلي والزمالك، ليه؟ اكيد لان طبعا في الانديه دي اللعيبه اللي بتيجي او بتبقى موجوده سواء من قطاع الناشئين او النشئات او الفريق الاول بتبقى لعيبه مميزه. الانديه دي بتختار لعيبتها على اعلى مستوى، ان بيكون افضل العناصر وافضل اللعيبه موجوده في فرقهم. فطبعا المنتخب كده كده لما بيبدا الاختيار فهو بيكون عايز افضل لعيبه وافضل نوعيه يقدر ان هو يلعب بيها ويقدر ان هو ياخد بيها بطولات ويستحوذ طبعا على البطولات. لان انت لما بتختار لاعب بتختار لاعب ان هو يقدر يفيدك او يفيد المنتخب او يقدر ان هو يحقق طبعا اداء مختلف مع منتخب مصر، او سواء طبعا ان انا اجيبه ويبقى عايز منه بطوله. يعني في لعيبه بتبقى انت جايب ورامي عليها الحمل ان هي دي هتشيل لك الفرقه، لان بيبقى عندهم عناصر الخبره، فبيبقى اللي كل الانديه سواء طبعا في النادي الاهلي بيبقى الاختيار مختلف. فده اللي احنا بنشوفه دايما موجود في المنتخبات، ان القوام الرئيسي بيبقى طبعا من النادي الاهلي او من الانديه الكبيره، لكن من النادي الاهلي انا بشوف ان دايما القوام الرئيسي للمنتخبات الوطنيه من داخل النادي الاهلي. انت وانت بتتكلم وانت بتجاوبني على السؤال الاخير ده سرحت انا وابتسمت بتفصيله كده ملهاش علاقه باللي احنا بنتكلم فيه. صدق الفقره بتاعتنا دي فقره الحديث عن الرياضات الاخرى، احنا نقدر واحنا مستريحين واحنا سايبين ايدينا كده نعملها فقره مسجله نعرضها كل فتره؟ ليه بقول لك الكلمتين دول؟ لان انا سرحت في احنا على مدار الثلاث سنين ونص اللي فاتوا ما في مره كنت يعني منورنا في البرنامج ده وبنتكلم عن الالعاب الاخرى غير لما تقريبا نفس الكلام بحذافيره فيما يتعلق بالسيطره والهيمنه. صحيح. والاستحواذ على كل البطولات، ده هو نفس الكلام يا استاذ بنفس الترتيب تقريبا. بص يا كريم عايز اقول لك السيطره الاهلاويه دي، السيطره الاهلاويه دي موجوده دايما. يعني انا دايما بقول على النادي الاهلي هو نادي البطولات الحقيقي، النادي الاهلي دايما مسيطر. النادي الاهلي لما بياخد 20 و30 و40 بطوله وبيخسر بطوله واحده يتعكي. هو بيزعل على البطوله بالرغم ان هو كسبان مثلا. صحيح. 20 و25 و30، يعني كسبان بطولات كتيره جدا. طبعا. هو لما بيخسر بطوله بيزعل على البطوله دي. فدايما النادي الاهلي بصراحه انا شايف ان هو نادي البطولات الحقيقي، محقق انجازات. هو بيحقق انجازات، مش يعني احنا طالعين بنتكلم على سنه واحده، احنا بنتكلم على 2023 والموسم طبعا بيبقى فيه توقفات عشان المنتخبات، ما بيبقاش موسم. احنا ما بنحسبش السنه اللي هي سنه كامله ال 12 يعني. شهر احنا بيبقى مثلا شهر او شهرين انت محقق فيهم العديد من البطولات، ف
فانت لما تيجي مثلا في لعبتين زي كره السله رجال وسيدات محقق 10 بطولات في 2023، يبقى احنا هنفضل بقى مش هنعرف نعد بعد كده. لا حيث كده بقى عم رشاد، يبقى لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. احنا نقفل الحلقه على كده، وبارك الله صحيح. في صحيح الحمد نورتنا لله. وشرفتنا، بشكرك على وجودك معانا النهارده. ربنا يخليك يا كريم، انا اللي سعيد جدا والله، وببقى سعيد جدا ان انا موجود في قناه النادي الاهلي وبتكلم عن بطولات الالعاب الجماعيه بصراحه، لان ده ملفي اللي انا بحبه طبعا. جدا وببقى سعيد جدا بالكلام عليه بصراحه. واحنا بنحب الشغف اللي موجود عندك دايما، بيبان حتى في لمعه عينك يا راجل لما بنيجي نتكلم عن الرياضات الاخرى. بشكرك على وجودك معانا النهارده، نورتنا. واكيد الشكر موصول لمشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في العالم على حسن المتابعه. بكره باذن الرحمن يتجدد اللقاء وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل عليكم.